مهرجان الأسبوع الثقافي للواحات بالجنوب والجنوب الشرقي الذي ينفذه منتدى إيفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال أيام 22-25 فبراير 2023، وذلك بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة. هذا المهرجان يهدف إلى تتمين الثقافة المحلية بواحات طاطا، إضافة إلى ترسيخ ثقافة التحسيس والتوعية في صفوف الناشئة بأهمية المحافظة على الواحة، إضافة إلى إغناء النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين حول تتمين التراث المادي واللامادي للواحات لتحقيق التنمية البشرية بإقليم طاطا. هذا المهرجان يتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة، منها تنظيم مسابقات بين المؤسسات التعليمية بإقليم طاطا، إضافة إلى تنظيم ورشات موضوعاتية داخل المؤسسات التعليمية المعنية حول مختلف مواضيع الواحة، إضافة إلى دورة تكوينية وتنظيم لقاء دراسي يجمع جميع المتدخلين والفاعلين للنظر في إمكانيات تتمين التراث المادي واللامادي للواحات لتحقيق التنمية البشرية، إضافة إلى تنظيم أمسية ثقافية وفنية. هذا المهرجان يهدف إلى تعزيز الإشعاع الثقافي بمناطق الواحات، وبالتالي نراهن من خلال دعم مختلف شركائنا سواء في القطاع العام والقطاع الخاص على دعم هذا المهرجان وتعزيز الإشعاع الثقافي لمناطق الواحات وتحقيق التنمية البشرية بهذه المناطق.